هذا وقد توقع وزير المالية المصري عمرو الجرح استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10.12% في عام 2018. جاءت تلك التصريحات بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، وذلك في شهر ديسمبر إلى 21% 21.9% مقارنة مع 26% في نوفمبر الماضي، وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.